مرحبا بمجلس بيطلع عليكم كل اليوم بحلقة جديدة. اليوم ضيفنا رولا عصوف، تنحكي عن ريف باي رولا عصوف، هالاسم يلي بيحمل عنوان كبير لكل شاب وصبية قرروا يتزوجوا ويكونوا سوا لمدى العمر. بدنا نتمنى لهم، لأنه قد ما بنسمع هلا بحالة طلاق بنقول إنه إن شاء الله بيبقوا كل العمر سوا. ريف محل أكيد متخصص بكل شيء أعراس، بكل الطاولات يلي بتشوفوها حلوة وبتشبه العرسان، وأكيد بس نحكي عن شيء جديد ونحكي عن شيء أوريجينال أكيد بنكون عم نحكي عن ريف باي رولا عصوف. هاي رولا. هاي. أهلا وسهلا فيك ببرنامجنا. حلو كثير الاسم ودغري، يعني يا بتخيل فساتين أعراس يا بتخيل شيء خاصه بالعرس. شيء خاصه بالعرس أكيد. بقى اليوم أكيد بتضمن شوكولا والطاولات اللي بتعملوها للأعراس. خبرنا شوي قد لكم بهالدومين. تقريبا لنا 8 سنين وأكيد هون بالمنطقة ما من بعد كل الزبائن احنا يعني كل اللي صرنا معروفين بالمنطقة وبتعرفي نحن هون سكان المنطقة والأساس من المنطقة، ما فيك تبعد كتير. صح. وحسب ما بتشوفي بالمنطقة كل شيء خاصه بالأعراس محصور بهالمنطقة. صحيح 100%. شو بتضمن ريف؟ هو اختصاصنا المضبوط، يعني نحن منركز بس على كل شيء خاصه بالأعراس، كان شوكولا، طاولة ضيافة بالبيت، فتنا هلا بقصص كروتي مكروتي منتبعهم لل لتام الطاولة، شيء نحن بنشتغله هاند ميد يعني. اوكي، واليوم بس نقول شوكولا اعراس دغري نتخيل، يا اما حبه شوكولا عليها كرافات او بنت حامله بوكي او من الاشياء التقليديه، اليوم شو يلي بتتميزوا فيه انتو كاريف؟ لكن بالصراحه انا كشغلي ما بشوف شو في بالسوق، ما بلحق مثلا انه في موضه ما موضه، لا بتشوفي انت بدك انت تخترعي، انت بدك تنبشي، انت بدك تعملي شيء جديد ما انه موجود بالسوق. على طول بدنا ننبش على افكار جديده، واوقات كمان الافكار بناخذها من العرسان. يعني بكون بكل صراحه بقول لك في عروسه مثلا بيجوا العرسان لعندي عارفين شو بدهم، عارفين شو بدهم وعندهم فكره وبرحب بفكرتهم. يعني بننفذها شوي منهم وشوي مني بنكمل الفكره على الاخر. كثير من الكابلز بيعتلوا هم هيدا يعني هيدا البارت من العرس كله سوا، لانه الطاوله مثل ما بيقولوا هي ريزومي صغير عن كمان. صح. العرس ككل، والعروس كمان بتعتل هم اكثر من العريس بهالموضوع. خبرنا كيف بتهينا على العروس وقد بتشتغلوا تفاصيل، كم اجتماع بتعملوا قبل ما تقرروا الفاينل تيبل؟ ليك قد ما تريحيها للعروس قد ما هي بتريحك. يعني على طول بدك، ما بدك تكون كثير صارمه مع انه لا بدي نتعاون مع بعضنا، اذا ارتحت لك انت بترتاحي بالشغل. اكيد تحس عم تشتغل من قلبك. يعني بدك تفرجيها للعروس انه انت عم تقتلي حالك تتساعديها، مش انه يا اوكي عم شايفه عم نفذ طلبيه، لا مثلا يعني بنعمل لها سامبل وحده اثنين ثلاثه وكذا، يعني كذا مره بنتناقش على شغله وبتكون هي مقتنعه باللي شفته، بس انا برجع بعمل لها زياده تتكون هي اكثر مرتاحه. حلو. شو اللي دارج هلا او شو اللي دارج من عند ريف؟ ما بنقول موضه بالسوق ليك، او كل عرس مختلف عن التاني. كل انا بركز كثير على الموتيف الهاند ميد، هيك ما بيطلع حدا بيشبه حدا. يعني في كثير قصص ما بتتخيلي انه معقول تركب على حبه شوكولا، بنحاول نظبطها يعني ما بجيب انا موتيف خالص. اوكي، انت بتشتغل بالموتيفات. قد ايه بياخذ معكم وقت تحضير العرس؟ ولا حسب كمية الناس المدعوة؟ حسب ليكي هلا العالم صارت تعرف قديش لازم تاخد كميات. يعني ما بدك تقارنيها بكمية العالم، لأنه على البيت ما كتير بقى حدا بيجي، يعني في كمية محدودة خلص صاروا كل العالم بيلتزموا فيها. وهيدي أنا بنصحنا لو بيجوني ناس مثلا بدهم 4 كيلو، أنا بنصح مثلا هالأربع كيلو بدك 2.5 أو 3، يعني صرنا بنعرف قديش الكمية اللي بتنصرف. اوكي ماكسيموم. ايه تذكرتني بعرس، بتعرف كم كيلو اخذت؟ 7 كيلو. قد احنا كان عنا يعني بقي شيء 2 كيلو يمكن، بس احنا كان عنا كثير معازيم لانه بضيعه يعني، وكل اللي بيجي على البيت ما حسب كمان وين هن موجودين. اي صح. فتقريبا راحوا كلهم. رولا اليوم العروس قبل بقد ايه بتجي لعندك؟ نحن كشوكولا العروس بتضل لاخر شيء. بتلحقولها يعني. في ناس بيجوا لعندي بفاجئوني قبل بجمعتين. هالقد. وفي ناس مثلا هلا اجت عروس لعندي
شفت لي حلقة على التيفي. أنا فكرت عرسة بعد شي جمعة يمكن. طلع سنة الجاي؟ طلع لأيلول 2017. من هلا إنه بعد بيطلع مليون شغل ومية فكرة. ونعقد شوكولاتة؟ لا أنا ما. لأنه ما عاد عندك. قلت له خلينا نخلص 2016. صح 100% تقدر تعمله. رولان شو اللي مميز عندك؟ يعني سعر، شوكولات طيب، الديزاين ولا كلهم؟ لكن كله بكمل بعض. كله بكمل بعض. بس أنا ك ك كعالم شو بتحكي عن شغلي في نساج الحبة تبعه. أنا هيدي بفتخر فيها وكل العالم بتحكي عن هالشيء إنه في نساج الحبة تبعه لي كتير حلو. تستوحي من شيء معين عادة ولا تنطر الكابلز شو بدون؟ ولا وقت تطلع معك أفكار؟ لا تطلع فكرة هيك ما. يعني نفذنا هلأ خلال الصور اللي بدهم يمرقوا قنينة فودكا. شفت علي. كانت بعشا وطلعت بالقنينة لفتتني القنينة عملتها فستان عرس انحطت على طاولات الأعراس أخذت كتير ضجة. حلو. لكل الأشخاص اللي عم يسألوا وين ممكن يشوفوا هالصور غير ببرنامجنا أكيد فيهم على السوشيال ميديا. صح. إذا فينا نعطي الأدرس. أنا عندي البيج تبعيتي ريف باي رولان كاسوف وفيسبوك كمان. والفيسبوك. وأنا محلي موجود بجديدة شارع الأنوار بناية الأنوار. أوكي رقم التليفون. 03-312-965. اوكي لكن كل الاشخاص اللي بدهم يحجزوا عرسهم شوكولا وطاوله فيهم يحكوا رولان على هذا الرقم اللي ذكروا واللي ما لحقوا هلا بالاعاده بيرجعوا بيشوفوا الرقم. رولان نحن بنتمنى لك التوفيق. شو بتحب تقول هلا لكل العرسانين اللي هيك عم بتلاقين هم شوي كيف تريحهم؟ هي الشوكولا الشغل الوحيد اللي ما لازم يعملوا هم. بيجوك ناس كتير يعني بتجيني عروس بدها تعمل خطبتها بتبقى عامله بانيك بلا اذا على الخطبه هيك شو خليت لا عرس ما بدها بكل سهوله. يعني اسهل شغله هي تنقي طاوله الشوكولا. اوكي خصوصا اذا من عند رولان واذا عندهم ثقه فيك. ما صدق في ناس بعمل لهم عرسون ما بيسالوا شو بدك تعمل لهم. هيك على عمي في ناس كتير ما بيسالوا شو رح تعملنا؟ أنجا بنقوا حبة شوكولا وبعدين على ذوقك وهون عريس أهل من العروس؟ عريس على طول آخر همه. خلص شو بتعمل عمود؟ خلص يعمل بده إياه. المهم إنه يكون في طاولة مزينة بالبيت. صح 100%. بالنهاية نحن نتمنى التوفيق لكل الأشخاص اللي عم بيقرروا يتزوجوا ويلتزموا ببعضهم كل العمر لأنه عن جد هيدا النعم بتكون أبدية بالكنيسة وبتكون قدام يسوع قدام كل الناس. مشان هيك إن شاء الله الله يوفق كل الناس اللي هلأ قرروا يتزوجوا هالصيفية ولكل الأشخاص اللي محتارين وين يروحوا. ريف باي رولان أسوف هو العنوان اللي دليناكم عليه اليوم. على أمل يكون نال أعجابكم. كلمة أخيرة. مرسي لألكم ومرسي إذاعة الصدى اللي عم بتفرج كتير قصص مدفونة بقلب المنطقة منا معروفة. شكرا لك وشكرا لكل الناس الأوفية اللي بتبعنا على طول وكل حدا عباله يكون ضيفنا ضمن بي ماي جيست أو سوق فينا بيحكينا على رقم التليفون 03-435-875 تنضوي أكتر على محلاتكم وعلى الإيفانتس اللي بتكون تعملون ضمن منطقة جديد البوشية والسد. نشكر بآخر هالحلقة محلة هاريز بلو. ما تنسوا فيسبوك بيج الصدى تي في وكمان كل حلقاتنا فيكم تحضروها على اليوتيوب شانل الصدى تي في. إلى اللقاء.